أنا الدكتور نبيل أمين أحمد المهيري، أستاذ جراحة وأوعية دموية، جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس. الحاجة اللي أنا عاوز أتكلم عليها إزاي نحمي نفسنا من الجلطات بتاعة القلب أو جلطات المخ. الحاجتين دول مهمين جدا، وحاجة مهمة فيهم كمان بعد كده. أول حاجة إن إحنا لازم دايما نتأكد إن إحنا ما عندناش ضغط. لازم الحاجة التانية إن إحنا نتأكد دايما من إن إحنا بناخد سوائل كافية، يعني لا تقل أبدا في الصيف عن 2 لتر. السوائل دي أي نوع سوائل. تالت حاجة إن إحنا لازم نبطل التدخين. التدخين من أشد الأمراض اللي بتسبب دايما ضيق الشرايين، وبالتالي إنها تتعرض لخشونة في الجدار وتتعرض لجلطات في الجدار. فبالتالي دي تاني حاجة مهمة جدا. الحاجة التانية الحركة، الأوعية الدموية. كل ما متحركش سرعة سريان الدم بيقل، وبالتالي بتزيد عنده فرصة إنه هو يتجلط ويسد الشرايين. نفس الحكاية إذا عيان بيستفرغ أو عيان عنده إسهال، دي حاجة خطيرة جدا خصوصا في الناس الكبار في السن. لازم بسرعة يبلغ المستشفى أو ينقله للمستشفى أو يبلغ الطبيب بتاعه. ليه؟ لأن الناس الكبار في السن الشرايين بتاعتهم مش قابلة خلاص للانقباض والانبساط بسهولة، فبالتالي لما بيقل الدم بتحاول تنقبض، خلاص ما بتقدرش تنقبض، فما بتقدرش ترفع ضغط الدم عشان يسري إلى بقية أجزاء الجسم للقلب وللمخ، وبالتالي بيقل سريان الدم، وبالتالي بيسبب ليهم جلطات ويسبب الحاجتين دول. الحركة مهمة قوي عشان دي بتزود سرعة الدم، وقلنا السوائل، عدم التدخين، الوزن، المحافظة على الوزن، وكمان المحافظة على مكونات الدم اللي هي الكوليسترول والكوليسترول والدهنيات الثلاثية.